السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طاجين بالحوت او بالسمك بالشرموله، كيجي رائع جدا، من اروع التواجنات اللي كنحضر، واللي داقهم عندي كيعجبوه وكيطلب مني الطريقه كيفاش كنحضروه بلا ما يتحرق لكم الطاجين ديالكم او يلصق. هذه الطريقه اللي كنعتمد، كناخذ الطاجين كندير فيه زيت الزيتون مع زيت النباتيه، زيت الزيتون كيكون غالب تقريبا واحد نص كاس، كندير خيزو مقطع على شكل دوائر، كنفرشو هو الاول في التحت، من بعد كندير فوق منه البطاطا اللي حتى هي بعد ما قطعتها على شكل دوائر ما كيكونوش غلاط بزاف وماشي رقاق عاود، كيكونوا متوسطين، كنحاولوا نجيبهم قد قد، كندير بهم الدائره ديال كيف كتشوفوا معايا، كنحاول نحط وحده فوق وحده حتى كنكمل الدائره ديال الطبقه الثانيه ديال البطاطس. من بعد غادي ندوزو نوجدو الشرموله ديال الحوت. شفتوا معايا كيفاش كنقاد هذيك تستفاد ديك الدوره ديال البطاطا بهذه الطريقه هذه، والبطاطا كتقطع تقريبا بحال شكل دوائر. غنحتاج الحوت ديال الفرخ الهبره، غنحتاج القزبر ومعدنوس مقردين رقاق، من الاحسن يكونوا طريين، شويه الكمون، شويه الخرقوم، شويه الحميره، شويه السكنجبير، والثومه محكوكه او مطحونه، والكمون كيف قلت لكم، تحميره، شويه الخرقوم، شويه ديال السكينجبير وزيت الزيتون. وغادي نضيفوا العنصر اللي كيكون مهم جدا في الحوت هو الحامض، كناخذوا نص حامضه صغيره، كناخذوا اللب ديالها والعصير ديالها كيف كتشوفوا معايا، وغادي نحك حتى واحد شويه ديال القشره، ماشي بزاف غير شي شويه، باش كتزيد تخرج لي ديك النسمه ديال الحامض كتعطيني واحد الرائعه جدا. غير ديروها ما تخافوش من المروره، ما كتعطيش المروره نهائيا. كندير شويه الملحه، ومن بعد غنخلط هادشي كامل، ما غنديرش الماء، ما ديروش الماء بصفه نهائيه في هاد الطاجين، غنطيبوه بلا ماء. من بعد كناخذ الهبره ديال الحوت، وكان نشرملها بهاد الشرموله هادي، وباقي الشرموله اللي غيشيط لينا غنديروه فوق من الخضره ديالنا، فوق البطاطا من التحت. صافي هنايا بعد ما كنشرمل الحوت ديالي، تقدروا ديروا اي نوع كيعجبكم، لكن هذا كيبقى الافضل والاحسن. كناخذ شويه الملحه كنرش بها البطاطا وخيزو، من بعد كنحط الهبره ديال السمك، وديك العطريه ديك الشرموله اللي كيف قلت لكم اللي شاطت ليا، غادي نديرها مع الجوانب ديال الطاجين باش كتهبط ليا لتحت مع المرق. كيف كتعرفوا ان هاد الطاجين ما غنديرش فيه الماء بصفه نهائيه، وما كيتحرقش نهائيا، وكيجي لذيذ، كيطيب غير في الماء اللي غادي يطلق خيزو، ولا غادي يطلق مطيشه والفلفله اللي غادي نديروهم من الفوق. صافي هنايا بعد ما كنستف الحوت ديالي، غادي ندير ديك الشرموله اللي بقات ليا مع الجناب ديال الطاجين فوق من البطاطا بهاد الطريقه هذه، وغادي نقطع الفلفله، غنقطع واحد جوج حبات ديال الفلفله، وحده حمراء وخضراء، وجوج حبات ديال المطيشه كيكونوا كبار مقطعين حتى هما على شكل دوائر متوسطين ماشي رقاق. كنجيبوا هكايا تستفاد ديال المطيشه اللي رشيتها بشويه الملحه هي والفلفله، كنجيبوا الدوره هكا على الطاجين، ومن بعد كنقطع الفلفله حتى هي على شكل دوائر، وكنخالفها مع الطماطم باش كيعطيني حتى واحد الشكل زوين في الطاجين. كنخلي داك الفراغ فين غادي ندير الفلفله ديالي، داك اللون الاحمر مع الخضر كيجي زوين. صافي، ومن الفوق هكا في الوسط ديال الحوض غادي ندير حتى هو مطيشه وشويه الفلفله حمراء، وغادي ندير زويتنات من الفوق حمرين او خضرين، ما كانش عندي الحمر درت غير الخضر، وغادي ندير دوائر ديال الحامض او الحامض مصير من الفوق اللي كان عندكم، وغادي نختم بواحد خيوط من زيت الزيتون. وهنايا الحامض باش ما يطلقش المروره كنديروا له شويه الملحه. صافي، وكنسدو على الطاجين ديالنا، كنحطوه فوق نار، كنفرشوا له ديك الحديده من التحت، وكنديروه اولا شي مقله ثقيله، وكنديروه فوق نار متوسطه في الاول يعني بحال مجهده، من بعد عاد كنقصو كنخليوها متوسطه. في الاول كتكون مجهده حتى كيبدا يشنشن الطاجين ديالكم، كتحسوا به الخضار بدات كتطلق الماء،
من بعد كنقص كنخليها متوسطه كيطيب واحد 10 حتى 15 دقيقه او حتى 20 دقيقه. طاجين ديال الحوت ما كيطيبش بزاف، البنات ما تخليوش يطيب بزاف باش ما يجيكمش خايب. شفتوا معايا كيطلق ديك المريقه بعد ما جهدت عليه في الاول، طلق بديت بدا كيتسمع داك الصوت تشنشين. صافي كنقص عليه متوسطه حتى كيطيب وكيطلق المرقه ديالو كيف عطيتكم التوقيت، وكنقدموه في السحور. راه كيكون هذا الشكل النهائي ديالو، صدقوني راه كيجي لذيذ بزاف. هذه هي الطريقه دائما المعتمده عندي في الطاجين ديال الحوت. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.